يقول هذا السائل لشيخ: السلام عليكم، أنا أعاني من الوسواس في صلاتي، أزيد بعد كل فرض ركعة وبعد الركعة أسجد سجود السهو وأفعل ذلك في كل الصلوات، فهل فعلي هذا صحيح؟ قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عملك غير صحيح، عملك غير صحيح. فالواجب في حقك أن تجاهد نفسك وتعالج هذا الوسواس وأن تقبل على صلاتك، لأن هذا الوسواس ما جاء من فراغ، إنما جاء من غفلة عما هو بصدده من الإقبال على صلاته. فيستدرجه الشيطان إذا غفل ويجد فيه مغنما فيحرفه عن مقصده، فتجده يسرح يمينا وشمالا حتى لا يدري كم صلى. وإذا علم الإنسان أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فمثل هذا ماذا يعقل من صلاته إذا كان في كل صلاة ينسى ويغفل عن صلاته، ثم بعد ذلك يريد أن يجبر هذا النسيان بزيادة ركعة؟ هذا أمر مبتدع مخترع لا دليل عليه.